هاي شنو رايك نسوي فلوج يوتيوب جديد؟ ماني خلق تعبان. لا يا اخي مو انا عندي فكرة موت فتشي جديد كريسبي رول، بس قلت نغير بنسوي فتشي جديد ابتكار جديد كل الناس راح تحبه وانت هم راح تحبه. ممكن بعدين تسرق انام مع الاسف شوي ارتاح بعدين سولف. قوم اطلع برا. شنو هاي؟ ليش قاعد تصور بالظلمة؟ تشمر لازم أقول لك أنا شرير ما أحب الإضاءة. تصوير بالإضاءة أحلى. معناته أنت سوي الفيديو. ما أحب الإضاءة. هو المطلوب. هو أنا أصلاً كنت عاجبني إنه سوي هذا الفيديو يعني. هو كان ما خلاني أطلع وياه. وين راح هو؟ وين راح يعني؟ تلقاه الصراحة اعتزل بمكان ظلمة ما يريد أحد يجي يمه. اطلع برا. اول شي نجيب بصل. هذا البصل شو نسوي له؟ كرمله. زيت. نزل البصل ونبقى نقلب البصل كل شوي الى ان يتكرمل. تعالوا نسوي اطيب صوص للبرجر. مايونيز، كاتشب، باربيكيو، سويت تشيلي، خردل، بابريكا مدخنه، ثوم باودر، فلفل اسود، رشه ملح، وبعدها نخلط. وبعدها نقلي بطاطس. هسه راح نحتاج شو اسمه مخلل. نجيب كيلو لحم مثوم ونشكله على شكل برجر بهذا الشكل. زبدة وننزل البرجر. 1-2 نرش ملح وفلفل اسود. كروست مال برجر لازم تكون هيك. للكريسبي لازم نسوي خليط. طحين، ملح ونضيف المايو ونخلط. قوام المطلوب يعني شوي ثخين. واما هنا راح نخلي تاتي الخبز. نجيب البرجر ونقطعه بالنص. جوسي. جي سي. شوف صار كل شيء جاهز، جهزت كل شيء، تعال تكمل. محمد وين راح؟ مو مهم. خبز تورتيا، صوص، قطعة برجر، بصل، خيار مخلل، بطاطس، واخر شيء نخلي شريحتين جبن ونلف. هي خلي هنا شوي من الخليط ونسدها بهذا الشكل. خليها بالخليط، بعدين فتات الخبز نغطيها زين بهذا الشكل ونقليها. جهزت. جهز الكريسبي رول. شوف شكله من داخل. نجربها بسم الله. خلي عليه بعض الصوص واشرح لمحمد خي يجي ياكل. اهلا تعال اكل. شلونها؟ شق مو ترى بالمناسبه هذا نانو ياك سويناها مو وحدك. باختصار هذا الكريسبي رول يفوز. شنو اليوم سكينة جديدة؟ وين ذيك السكينة لعب؟ تجديد. تجي قاعد تستراح تعبت اليوم. هاي الفقرة خليني انا اسويها بس هالمرة. مستحيل. هذا فلوجي واليوم يومي. ليش؟ بس مرة واحدة قاعد اقول لك. حبايبي اذا عجبكم الفيديو لا تنسون لايك واشتراك بالقناة. تعال اقول لك شغله. تعال. شنو؟ تعال شوي ايش منا. الظاهر كان حلم. بس احب اعرف من وصل هنا بالفيديو. اللي وصل هنا يخلي ايموجي سكينه. والى هنا راح انهي فيديو اليوم. اتمنى يا رب استمتعتوا بالفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تحبون الفيديو بلايك. واذا انتم جديد بالقناه اهلا وسهلا بكم جي سي فلوجز. اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس حتى يوصلكم اشعار بكل ما هو جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.